السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا يا ملك. هاي. يا أهلا يا بنتي من أي البلاد؟ أنا مصر بس أنا في السعودية. في مصر؟ بس عايشة في السعودية. يا أهلا وسهلا. Oh. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا بنتي. طيب أنا إن شاء الله النهاردة عاوز اتكلم على ماده الاي سي تي اللي هي بورد كامبريدج عندك فكره عن الماده ولا اقول لك بقى هي فيها ثيري وبراكتيكال وبتمتحن كم مره والحاجات دهيت آه لا ما ماشي. ماشي يا بنتي هي هي ماده الاي سي تي بصراحه مفيده جدا على اساس انها بتدرب الطالب ان هو يستخدم الكمبيوتر هي بتبدا من الاول خالص لان بعد كده بقى ممكن الطالب بعد ما يدرس اي سي تي لو عايز يتخصص اكتر ممكن يدرس كمبيوتر ساينس اللي هي فيها بروجرام بس ماده اي سي تي بتبدا من الاول خالص ماده الاي سي تي مقسومه نصين نص منهم ثيري ونص براكتيكال هو طبعا يعني معظم التركيز ومعظم الوقت ومعظم التدريب بيبقى على الجزء البراكتيكال لان بقى بنحتاج تدريب كتير يعني هو البراكتيكال في ايه البراكتيكال في اوفيس ابلكيشنز يعني مثلا اكيد برضو انت في يير 9 ولا يير 8 المدرسه دربتك ازاي مثلا تستخدمي مايكروسوفت وورد بنكتب بي ريبورت ونحط صور ونغير الفونت والحاجات دهيت عندك فكره يا بنتي استخدمت برنامج وورد قبل كده اه طيب حلو قوي ما انا بقى بستفاد من كل السكيلز اللي, اللي عند الطالب واقول ده انت شاطر جدا تعالى اقول لك ايه تعالى نتدرب على الامتحانات لان بتبقى نفس الحاجات اللي انتم مذكرينها من السنين اللي قبل كده لكن بتبقى عاوزين بقى تدريب بقى اللي هو انت في يير 10 ولا في 11 ولا يير 12 بتبقى محتاجين تدريب على الباس بيبر وبعدين برضو هو كامبريدج والاي سي تي لما المدرس والطالب بيركزوا على الباس بيبر اهم شيء وال والاحدث باس بيبر اللي هي 2024 و2023 اهم شيء بتبقى بقى غالبا يعني بنخش بنلاقي الامتحان معظمه معظمه زي الايه؟ الباس بيبر والحاجات اللي احنا اتدربنا عليها. فاول برنامج يا بنتي لازم نتدرب عليه اللي هو مايكروسوفت وانتي وانت اوريدي ايه؟ عندك فكره عن أوريكي دلوقتي علشان انا مجهز حاجات اوريها للناس في البرزنتيشن اصل انا عندي ايه دي النوتس بتاعتي والحاجات ده هي هفتحها دلوقتي ده عندي امتحان محلول الامتحان ده انا لسه كنت بحله مع طلبة ايه يعني بادئين معايا نوفمبر بدري شوية فبص يا بنتي الفايل ده بنسميه ايه الفايل ده بنسميه evidence file بناخد سكرين شوت ما انتوا بتعرفوا تعملوا سكرين شوت باستخدام الموبايل والحاجات دهيت فاضل بقى ادربكم ازاي تعمل سكرين شوت باللابتوب والبي سي والكلام من ده فبناخد سكرين شوت لايه لحاجات كده مطلوبه معينه هو بيطلبها في المساله هوريكوا دلوقتي حالا المساله والامتحانات عامله ازاي فدي بنسميها سكرين شوت ايفيدنس تمام طيب هو بقى هو ده كده ايه ده فايل بتاع مساله وورد اوريدي محلول بنكتب اسمنا بقى طبعا في الهيدر ما انتوا اكيد عارفين يعني ايه هيدر الهيدر اسم بيظهر في كل صفحة ماشي علشان الورق ده بيتعمل له برنت احنا بنقعد في الامتحان وبعد ما بنحل كل الايه الخطوات اللي مطلوبه بنروح عاملين برنت تمام؟ فالبرنت اوت ده بيروح انجلترا ايه ويتصلح، فهم بيبقوا عايزين يشوفوا اسم الطالب نيموس انتر نمبر وكانديت نمبر في الهيدر بتاع كل صفحه من اللي احنا بنعمله برنت اوت، وده بقى بنسميه تايتل، ما هو الريبورت بيبقى له تايتل. خلاص وبعدين بصوا بقى من هنا بقينا تو كولومز. تمام؟ وهنا حطينا صوره وهنا عاملين تيبل والحته دي عاملين لها شيد بالاسود وعاملينها روتيت. وفي ايه تاني؟ ودي بولتس ما هو انتوا اكيد عارفين يعني ايه بولتس والحاجات دهيت. طيب اهي دي مساله وورد. يبقى احنا دلوقتي ايه بنعمل انتروداكشن لماده الاي سي تي. اول حاجه في البراكتيكال ال بتاع الاي سي تي اللي هو ايه؟ برنامج وورد. طيب تعالى نتفرج ما هو انتوا بقى خلاص انا شويه شويه هعرفكم كل حاجه على ماده الاي سي تي اولها ايه واخرها ايه انتوا بتمتحنوا ثلاث مرات مره ثيري ومرتين براكتيكال انا بتكلم دلوقتي على البراكتيكال الثيري هيبقى اسمها بيبر 1 البراكتيكالز اثنين بيبرز اسمها بيبر 2 وبيبر 3 الفرق اللي ما بينهم هقول حالا بس أنا دلوقتي بتكلم على إيه؟ بتكلم على بيبر 2 في بيبر 2 بيجي مسألة فيها إيه؟ وورد ما إحنا شفنا آدي مسألة الوورد وبيجي مسألة فيها برنامج اسمه أكسس والله بقى أنا مش عارف دربوكوا على برنامج أكسس في يير 9 ويير 8 ولا لأ؟ بس انا ان شاء الله اثناء التدريس بتاعي ببدا من الاول خالص كده وبدرب الطالب يعني واحده واحده وبنحل كتير علشان البراكتيكال محتاج تدريب وبعدين انا كل شغلي على الامتحانات الجديده قوي يعني ببدا مثلا ايه نوفمبر 23 او لو معانا مارش 2024 ما هو ان شاء الله بقى احنا دلوقتي بنتكلم على السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا بحضرتك يا أهلا بحضرتك أتشرف بالتعرف على حضرتك يا أهلا وسهلا. والله أنا دلوقتي يعني جاهز ان انا اتناقش مع حضرتك في اي حاجه لو تحب اعمل مقدمه عن الماده كده كده انا عندي تسجيل كويس جدا مقدمه عن الماده لمده حوالي ساعه الا ربع كده هبعته انا حطه على اليوتيوب بتاعي هبعته لحضراتكم على الجروب بتاع الواتساب اللي احنا ايه عليه دلوقتي فانا دلوقتي ما بين لو في تساؤلات لحضرتك او شيء ماشي ما بين ان انا اعرض مكونات الماده اسلوب الشرح اسلوب الامتحانات اسلوب التقييم زي ما حضراتكم تحبوا يعني انا اوريدي عندي تسجيل كويس جدا للمحتوى بتاع الماده ودمه كويس يعني فلو في اسئله حضرتك دلوقتي حضرتك بس قولي الاسئله كده او مهتمه بايه انا اوضح في اي اسئله لحضرتك تحب نتكلم عليها بصفة مخصوصة يعني ماشي ما هو ما هو في بعض المدارس بنت حضرتك هتبقى في جريد 9 هو أنا بتكلم على كورس الأي جي سي إس إي اللي هو جريد 10 11 12 لكن بعض المدارس بعض المدارس ما هي ما هو علشان انا عندي التسج... انا عندي التسجيل الاورينتيشن كامل لو حضرتك على الواتساب جروب انا بعد ما اخلص بس النقاش ابعته كامل ان شاء الله هعمله بس ايه من على اليوتيوب تشانل بتاعي بس هو دلوقتي احنا ممكن ايه نتناقش في نقط معينه بدل ما اقعد اقر المنهج يعني هو ال... الطالب في بعض المدارس بتخلي الطالب يدرس الماده على نصين نص فير 9 ونص فير 10 ويمتحنها فير 10 فانا مش عارف برضو الدنيا هتبقى ماشيه عند حضراتكم ازاي انا بدرس بورد كيمبريدج، الماده تنقسم نصين نص ثيري ونص براكتيكال طبعا جزء العملي هو اللي بياخد المجهود الكبير وهو اللي بيبقى ظاهر وهو اللي عليه كل التدريب وعليه كل الوقت معظم الوقت الجزء الثاني اللي هو النظري ما اقدرش اهمله لان بيبقى عليه 40% الجزء العملي بيتكون من ايه الجزء العملي الولد بيمتحن مرتين بيبر 2 وبيبر 3 بيبر 2 بيبقى فيها برنامج وورد اللي هو مايكروسوفت وورد اللي كل الناس بتشتغل عليه انا عارض جاهز انا عارض هنا اهوت ماشي ما هي ما هو دلوقتي بإذن الله مادة الاي سي تي مفيدة جدا مادة الاي سي تي مفيدة في إن الطالب يتعلم تطبيقات الاوفيس اللي هو الوورد والإكسل والأكسس والباوربوينت والفوتوشوب وبيعمل ويب سايت صغير كده ادي ست برامج أنا قلتها لحضرتك تمام بتخلي الولد بيخش بطريقة قوية جدا في التمكن من الكمبيوتر لان في اي تخصص او هيخش اي جامعه بيبقى محتاج الوورد محتاج الباوربوينت عشان يعمل بيه برزنتيشن محتاج وبيقول اكسل بيعمل بيه كالكوليشن وبيعمل بيه شارت يعني ما هو باذن الله يعني هي ماده كامبريدج على العالم كله مصر والسعوديه وكله هي ماده الاي سي تي ناجحه جدا وبعدين برضو الجريد باوندريز اللي هما بيسموها الكيرف بتبقى في مصلحة الطالب الطالب عبال ما يمتحن ثلاث مرات الطالب عمال عبال ما يمتحن ثلاث مرات ماشي اه ولو جاب المتوسط بتاع الثلاثة التل... بيبرز قدر يوصل ان الثلاثة مع بعض حوالي 75% فدي بتبقى ليفل 9 او ليفل إستا فباذن الله الطالب بيبذل مجهود والماده بتبقى شيقه بقى مختلفه عن بقيه المواد التانية في موضوع انها شغل ايه على كمبيوتر وشغل عملي بالايد يعني اكتر ما هو ان هو بالايه بالورق بالورقه والقلم ماشي فبتبقى يعني بتبقى لطيفه برضو ايه بتعتبر ايه بنغير وضع المذاكره فبتلاقي ان الطالب يعني ايه بيستمتع بيها طبعا ان شاء الله يعني واحنا بفضل الله بنقدر نقدمها بطريقه شيقه وبنقدر نقدمها بطريقه يعني بروفيشنال اللي بيها بحط الولد على نقاط القوه ونقاط الضعف على طول بنبدا على طول في تدريب على امتحانات حديثه فبنقدر ناهل الطالب ان هو يعني يخش الامتحان متوقع وعارف الدنيا هتمشي ازاي طبعا ما بنتكلمش على تسريب امتحان ولا حاجه بالشكل ده بس احنا بنتكلم على ان التعامل مع كيمبرش كالاتي هما بيقولوا لكل مجتهد النصيب فاللي بيذاكر السنين الاخرانيه وبيتدرب كويس على الباس بيبر اهم شيء بيتدرب كويس كتير على الباس بيبر ساعتها باذن الله بيخش يلاقي نفسه هو مرتاح جدا في الامتحان لأنه هو بيسالوه في الحاجات اللي هو متدرب عليها وبيادي كويس جدا ده دا دائما دائما امتحانات العملي بترفع الطالب ايه بتدي له دفعه كويسه جدا زي ما قلت لحضراتكم بيبر 2 بيبقى فيها وورد ودي ميسره كل الناس عارفينها في برنامج اكسس بنضرب الطالب عليه كويس برضو من الاول خالص بيبقى في برنامج باور ده سهل جدا ده كل الطلبه بتبقى عارفاه فبتلاقي ان بيبر 2 اتلمت واتعملت وت ايه كويس ماشي بيبر 3 هيبقى فيها بقى برنامج اكسل هوري لحضراتكم برضو شغل وورد محلول ما ه... انا عندي ايه ادي هدا دي ده, امتحان كنت لسه شغال فيه ايه قريب فاحنا بنعمل ادي برزنتيشن بالباوربوينت والشيق جدا فيها ان في اخر الايه البرزنتيشن بنعمل تشارت ده بنعمله ببرنامج اكسل هو بيديك فايلات فيها كل الداتا لان احنا مش هنقعد نكتب الديتا وننقلها في الامتحان هو بيديك حاجة اسمها سورس فايلز بيبقى فيها كل الديتا بنروح فاتحين الفايلات على حسب الانستراكشنز اوريكم امتحان برضو ما هو انا الامتحان اللي انا فاتحه ده ده 23 جون بيبر 21 ادي هنا ودي النوتس بتاعتي نتكلم عليها ان شاء الله عشان مذاكرة الثيري يبقى ادي هنا الباس بيبرز وادي هنا 23 جون بيبر 21 هو ده الامتحان الامتحان بتاع بيبر 2. الاول بيقول لك ان انت عندك مجموعه من الفايلات وبعد كده بيقول لك اعمل لي فايل اسمه ايفيدنس الفايل ده هوت هو ده اللي اسمه ايفيدنس بعد كده بقى بيديك انستراكشنز علشان شغل دوكيمنت يبقى مساله ور بيديك انستراكشن بقى علشان شغل الوورد وبعد كده شغل الاكسس وبعد كده شغل ايه الباوربوينت تمام يبقى كده ايه ادي بيبر 2 وبيبر 2 بيبقى عليها 30% من درجات الايه الماده كلها شانها بالظبط زي بيبر 3 بيبر 3 عملي برضه بيخش في لجنه وبيقعد على الكمبيوتر، الفايلات على الديسك توب وبيجي الورقه فيها الامتحان والاسئله والخطوات، ولازم برضه يعمل برنت اوت، لازم يطبع. علشان كده بنعرف الطالب من اول يوم ان هو لازم يعمل برنت. يا ريت الطالب يبقى معاه برينتر يجرب يطبع، لان اخر السنه الحاجات اللي هو طبعها بتتحط في حاجه اسمها اسسمنت ريكورد فولدر. وتروح الانجلترا تتصلح ويتحط عليها برامج تمام طيب يبقى بيبر 3 بقى فيها ايه ثلاث برامج ثانيين اللي هو اكسل وويب اوثرنج يعمل ويب سايت صغير وفوتوشوب يعمل editing لايه لاجزاء صغيره كده من صوره يعمل لها كروب يقصقص منها حته يعمل لها روتيت اهو يعني ايه بيوريه ازاي ممكن يستخدم الفوتوشوب في حاجات ايه بسيطه خالص فهو دولة امتحانين العملي بيبر 2 وبيبر 3 احنا قلنا بيبر 2 عليها 30% وبيبر 3 برضو عليها 30% يبقى هما الاثنين مع بعض عليهم ايه 60% يتبقى 40% بقى دول لا يمكن اهمالهم 40% ده بيبقى الجزء الايه النظري ال 40% ده بيبقى فيه ايه بقى بيبدا بقى بدايه الكمبيوتر من الاول خالص الكمبيوتر هاردوير وسوفت وير ما من هنا بقى نبدا نتكلم على النوتس بتاعتي ما هنا موفر للطالب ان شاء الله كل الايه الادوات الايه الضروريه يبقى ادي النوتس بتبقى متوفره في جميع المكتبات وكي تيتشر برضو بيجعلها يعني بيعمل لها سيلز للايه للطلبه ماشي ف... فدي دي اللي هي ايه النوتس بتاعتي السيلابس كود بتاعي 0417 او 0983 هما الاثنين نفس الماده بالظبط الفرق ما بينهم اللي 0417 ده بيطلع الجريدز ستار اي بي سي او ال0983 اللي هو نيوميريك اللي هو بيطلع الجريدز من 9 ل 1 ال9 وال8 بالنسبه لنا في مصر بيتحسبوا A star 100% في الجامعه علشان كده الكود اللي هو 0983 بيعتبر شويه في مصلحه الطالب تمام طيب؟, طيب نبدا بقى بعد كده رحله الايه الثيري انا قلت لحضراتكم على جزء العملي نرجع تاني انا عايز الطالب يبقى معاه لابتوب كمبيوتر عشان اعرف ادربه اللابتوب كمبيوتر ده ما ينفعش يبقى ابل ما انا عايز لابتوب كمبيوتر عليه ويندوز 10 تراديشنال خالص وعليه اوفيس 2019 او 2021 يعني البرامج دي كلها شبه بعضها بس انا اشتراطي الاساسي ان هو يكون ويندوز مايكروسوفت ويندوز ما هوش ماك اللي هو الابل ماك بيبقى السيستم مختلف خالص فبيبقى فيه لخبطه وصعوبه في متابعه ايه الدراسه ومش هو ده اللي هيمتحن عليه اساسا وعلى هذا الاساس بقول لا ده عايز ويندوز من اول يبقى احنا خلصنا كده كلام على الجزء العملي اللي هو عليه 60% نيجي بقى للجزء النظري جزء النظري بقى بيمتحن بيبر 1 بس بيبر 1 بقى ايه اخر واحده بيبر 1 بتبقى اخر واحده علشان كده ايه خليت كلامها في الاخر فبيبر 2 بيبر 3 بيخلصوا بدري يعني لو احنا بنتكلم على دور نوفمبر البيبر 2 بتبقى في ايه؟ في شهر 10 بيبر 2 بيبر 3 في شهر 10 لو بنتكلم على دور ماي جون بيبر 2 بيبر 3 بيبقى في شهر ابريل فطبعا بيتطلب ان الطالب ايه؟ يجتهد من اول يوم في السنه تمام؟ طيب بعد كده بقى بعدها باسبوعين او شهر بعد بيبر 2 بيبر 3 العملي بيبر 1 ريتن نظري بنقعد بقى ندرس شوية أساسيات عن الكمبيوتر أدي بقى هي النوتس اللي أنا حاططها قدام حضراتكم النوتس والكلاسيفايد لأن أنا بقى لو أنا شغال أنا دايما بقول جملة للطالب بقول طول ما المدرس بيدربك على امتحانات كامبريدج والامتحانات الحديثة يبقى المجهود ده مش بيروح على الأرض طول ما هو بيدربك على امتحانات بتاعت كامبريدج أحنا داخلين كامبريدج وامتحانات حديثه 2023 2024 وبهذا الشكل ماشي فهو ده الاتجاه الصحيح فانا البراكتيكال بيبقى يعني 95% حل امتحان قليلا ما بضطر اقول اساسيات الاول قبل ما المساله ليه عشان بتبقى التاسك بسيطه وببقى الطالب عنده خلفيه الورد هو عنده خلفيه الباوربوينت هو عنده خلفيه فبتبقى شغلانتي سهل الثيري بقى طبعا بحل بشرح الاول انا عندي عشرة شابترز ثيري عامل لهم بقى نوتس للثيري وعامل نوتس للبراكتيكال فيها سكرين شوتس برضه ايه صور لكيفيه الحل العملي بس الحل العملي كله على ايد المدرس. التدريب مباشر على ايد المدرس. خلاص؟ فالجزء بقى اللي هو النظري ده برضو ايه عليه 40%. بيبدا بقى من الاول خالص ان الكمبيوتر سيستم هاردوير وسوفت وير. وير ما اي كمبيوتر هاردوير اللي هو الكيبورد والماوس والسكنر دي الاجزاء الملموسه. والسوفت وير بقى اللي هي البروجرامز ما هو ما ينفعش الكمبيوتر من غير بروجرامز هعمل بيه ايه يبقى الهاردوير ايه الكيبورد والماوس والشاشه والبرنتر طب السوفت وير ايه ما انا كلمتكم عن السوفت وير في شغل العملي يعني شغل العملي اللي هو وورد واكسل واكسس ما كل دي برمجيات بنسميها سوفت ده ناهيك بقى بعد كده ان في في الجامعه دورات تحول رقمي ودورات اي سي تي او ساعات بيسموها كمبيوتر ساينس فالطالب بصراحه بيبقى داخل مؤهل لان ماده الاي سي تي بتاعه كامبريدج ماده برضو فيها محتوى يعتبر محترم فيها شويه مذاكره كده برضو حلوين ومهارات تمام ومن كتر بقى حرص الطالب علشان يجيب الاستار فبيتقن المهارات دي وبتفضل معاه تخدمه طول الوقت نرجع بقى للثيري ما احنا بقى بنقول الثيري ايه الكمبيوتر هاردوير وسوفت وير. ماشي؟ اه اديني بفرجكوا يعني ادي النوتس بتاعتي. ماشي؟ اه السوفت وير بينقسم لنوعين سيستم سوفت وير وابلكيشن اهو الابلكيشن اللي هي الوورد ما احنا اتكلمنا على الموضوع ده. تمام؟ طيب ادي هنا الأيقونز بتاعت مايكروسوفت وورد طيب وبعد كده بقى باذن الله بعد بقى ايه يعني تشابتر باي تشابتر ما احنا قلنا ان الثيري كله ان شاء الله 10 تشابتر بيجي دور بقى الكلاسيفايد لان الطالب لازم يحل ثيري ريتن بايده اذا كان العملي هيمتحنه ويذاكره على الكمبيوتر باستخدام الماوس والكيبورد واللابتوب لا الثيري بقى لازم الطالب يحل ايه بايده فهتلاقي هنا دور بقى الكلاسيفايد انا عامل كلاسيفايد بقصقص بقى من الباس بيبرز ماشي يبقى ده السؤال ده متجاب من, من ايه 23 مارس السؤال بيقول لك اكسبلين وات از مين باي ذا تيرم سوفتوير ما احنا قلنا بقى الكمبيوتر سيستم هاردوير وسوفتوير طب سوفتوير اللي هي بروجرامز that control the operation of the computer. تمام؟ Two types of software. وير، ما احنا لسه قايلين لنا اهو. ما هو السوفت فيه نوعين. السوفت اللي هو سيستم سوفت وير وابليكيشن سوفت وبجهز بقى انا للطالب المارك سكيمز اللي بيها بقى الطالب طبعا يحصل على النوتس والكلاسيفايد بتاعي ده اساسي علشان اشتغل بحريه في المنهج. وبيبقى منه بقى الهوموركات البراكتيكال بيبقى الهومورك ايه مساله وورد مساله باوربوينت بدي له الامتحان ويحلها ويبعتها لي بقى ايه بما ان احنا بندرس اونلاين يبعتها لي على الواتساب او على كلاس روم او حاجات كده وانا اصلحها له وادي له الفيدباك تمام الثيري بقى بيروح هو برده مشتري الايه النوتس دهيت ويقعد يحل فيها بقى بايده ريتم سواء مثلا هيطبعها او عنده ايباد يروح كاتب عليها ويبعتها لي سوفت كوبي اللي بيها برضه لازم الطالب يتدرب على الجزء النظري زي ما هيتدرب على الجزء العملي لان الماده ايه زي ما انا قلت لحضراتكم الجزء العملي على 60% فاكتر شويه من النص يعني مش 100% والجزء النظري عليه 40% يعني اصغر شويه من النص فبصراحة ضروري جدا إن احنا نوازن الوقت بتاعنا إن شاء الله تبقى الريشيو إيه؟ حصتين عملي وحصة نظري، حصتين عملي وحصة نظري. يبقى احنا كده قريبين من الإيه؟ النسبة الحقيقية بتاعة إيه؟ توزيع الضغط. فالطالب بقى لازم يتدرب كتير على الجزء النظري بالإضافة للجزء العملي، عبال بقى بإذن الله ما يجي معاد الامتحان نكون مخلصين المنهج بدري. ونكون حلينا الامتحانات والباس بيبر وكلاسيفايد مره واثنين والطالب بقى ان شاء الله يجتهد وينتبه ماشي وايه وطبعا التقييمات الشهريه والدرجات ومتابعه الايه المدرس وايه يعني مراجعه اولياء الامور في كل كبيره وصغيره باذن الله نقدر ايه ناهل الطالب ان هو داخل الامتحان يبقى حاسس كده باطمئنان ان هو عارف ومذاكر كل حاجه وهي كامبريدج بقى ما بتعملش المقالب زي الثانويه العامه والكلام من ده بيبقى الامتحان متزن يعني في اسئله سهله جدا وفي اسئله كتير من الامتحانات السابقه واسئله محتاجه تفكير وسؤال ولا اتنين كده برضه فيهم تحدي عشان يبان مين اللي هيطلع اتشيفر ما هو اللي هيجيب الدرجه النهائيه دول اتنين تلاته على مستوى العالم اللي هيطلعوا اتشيفر واحد يتكرم من القاهره واحد يتكرم من السعوديه لكن باذن الله كتير يجيبوا اي ستارز وليفل 8 وليفل 9 ما انا زي ما قلت لحضراتكم ننزل لغايه 75% اللي يحقق 75% من درجات التلاته بيبرز يجيب ليفل 8 وليفل 9 اللي هي اي ستار <applause> طيب لو نزلنا لغاية سبعين في المية اللي هتبقى بقى الايه من غير الاستار او ليفل 7 ملناش دعوة احنا بقى خلينا في الليفل 8 والليفل ناين والاستار اللي هي خمسة وسبعين في المية وسبعين في ان شاء الله بكل سهولة الطالب يقدر يحققها لو هو التزم مع المدرس عمل كل الواجبات وذاكر كل اللي عليه اول باول واتدرب كتير العملية العمل ما ينفعش يتحل مرة واثنين لا ده عشر مرات كل مسألة يتحل عليها عشر تمرينات عمل زي ما يكون كده واحد بيتدرب لعبة رياضية ما ينفعش يقول اه انا فاهمها وخلاص لا لازم يتقنها عشان يؤديها بأحلى شكل قدام الجمهور ان شاء الله اللي هو في الامتحان الفرع طيب انا كده ايه اتكلمت على الثلاثة بيبرز بتوع مادة الاي سي تي اسلوب التدريس بتاعي احتياجاتي لابتوب كمبيوتر يبقى عليه ويندوز 10 واوفيس 2021 او 2019 النوتس والكلاسيفايد بتاعتي متوفره متوفره في كي وكل المكتبات في مصر وعلى الدول العربيه وانا بقى مع حضراتكم الحمد لله بخبره السنين بقى لي حوالي 25 سنه في مجال التعليم الدولي فايه الحمد لله الامور بالنسبه لي كلها مترتبه وواضحة المفروض في كل وقت بنعمل إيه. فيا رب بإذن الله المادة تكون مادة شيقة جدا ويا رب بإذن الله تعجبكم ويا رب إن شاء الله نلتزم مع بعض وإيه والأمور تمشي في أحسن اتجاه. فأنا اتكلمت بقى حضراتكم لو سمحتوا اسألوني لأن إيه لازم يبقى في برضه شوية تساؤلات حاجات عاوزين تسألوا عنها فأنا جاهز لأي سؤال. تفضلوا حضرتك. لو في اي اسئله انا تحت امر هيا جانا من اي البلاد يا بنتي انا من مصر من مصر وعايشه في مصر ولا عايشه في بره لا انا عايشه في الرياض عايشه فين في الرياض نيويورك الرياض الرياضي اهلا بيك السعوديه برضه يا اهلا بحضراتكم جميعا انتوا الاثنين من السعوديه يا اهلا بحضراتكم ولية امر وجنى يا اهلا بحضراتكم جميعا طيب قولوا لي يعني مثلا ايه اكيد في اي سؤال عن ماده الاي سي تي يا ريت لو حد يسالني علشان يفتح لي مواضيع اقعد اتكلم معاكم كده بدل ما اتكلم انا في مواضيع مش مش مهمه اتفضلي يا بنتي هو ال ICT محتاج يعني كل حد ياخده مثلا ياخد طب أو هندسة؟ ما هو انت مثلا يعني انت عندك مهارات في في الكمبيوتر من يير 8 ويير 9 ولا ما اشتغلتيش على الكمبيوتر خالص؟ اه أنا اشتغلت على الكمبيوتر لحد يير year 7 بس بعد كده أخدت accounting بعد كده اخدت ايه؟ accounting ماشي ماشي ما هو دلوقتي اول حاجه أول حاجة أنا بيجي لي ساعات طلبة بيبقوا أساسا في إعدادي يعني كانوا ناشونال ودخل يير 10 انترناشونال فالطالب بيجي يقول لي إيه أنا ما بعرفش حاجة في الأي تي ولا في الكمبيوتر خالص أقول له ولا يهمك دي شغلتي فبتبقى ساعتها بقى إيه فروم زيرو تو هيرو اللي هو إيه طالب ما بيعرفش يمد إيده على الكمبيوتر خالص ماشي ببدأ أدربه مرة واحدة واحدة ما دلوقتي بقى اول حاجه هقول لكم ايه اول حاجه تعالوا نخش في التفاصيل ما هو كل ما حد بيسالني سؤال بنفتح تفاصيل اكتر بقدر اتكلم وتبقى الايه المحاضره تفاعليه يعني مثلا اول حاجه ماشي هقول للطالب ادي بص بقى ادي الجوجل درايف بتاعي ماشي عاوزك بقى ايه ادي هنا ماشي هقول له عاوزك تعمل داونلود للفايلات دهيت هي. اللي هي ايه اللي هي السورس فايلز ماشي هفتح انا الجوجل درايف حالا ماشي بقول له اعمل داونلود للسورس فايلز ماشي علشان ايه تحطها على الكمبيوتر بتاعك طيب فبالتالي يخش على اللينك اللي انا هبعته له من على الواتساب ويعمل داونلود للفايلات أقول له طيب بص بقى أنا عايز الكمبيوتر ما يبقاش ماك، أنا عايز الكمبيوتر ويندوز، ويندوز 10. ماشي فبيبقى تحت إيده الكمبيوتر ويندوز. هقول له بقى الكمبيوتر الويندوز ده أنا عايز عليه أوفيس 2019 أو 2021. طيب بيبدأ بقى يقول لك أيوه طب ما أنا افتكرت ما أنا اشتغلت وورد مثلا في اير 7 تمام؟ أو مثلا أنا ما اشتغلتش وورد خالص. أقول له طب ما هي دي شغلتي بقى يا ابني. تعالى أدربك على الوورد وبعد ما نتدرب على الوورد اللي هو اسهل حاجه نخش على اللي اكبر منه شويه اللي هو مثلا ايه باوربوينت هتلاقيكم برضو عندكم فكره على الباوربوينت وبعد كده بقى نخش ايه اللي اكبر منه شويه وبعد شويه من طالب ما ايده مش بتمشي على الكمبيوتر خالص لغايه اما يوصل لطالب بيعمل كومبلكس كالكوليشنز باستخدام برنامج اكسل ما احنا قلنا المنهج بادئ من ايه؟ من اول وورد وبعدين باوربوينت وبعدين اكسس الثلاثه دول في بيبر 2 وبعد كده بيبر 3 هيبقى اكسل ما هو اكسل بقى ادفانسد فانت تلاقي الطالب بقى من ان هو ما يعرفش على الكمبيوتر خالص يقدر ايه يشتغل اكسل ابسط حاجه بالاكسل يعمل تشارت انا ممكن اوريكم دلوقتي سؤال وممكن اوريكم آه... ال التشارت بتتعمل ازاي ما هو بيديك الفايلات عليها داتا فانت اللي امتحانك بقى في الايه؟ في الخطوات امتحانك في الخطوات ماشي تروح عامل هايلايت على الداتا المطلوبه اوريكم دلوقتي حالا وتروح عامل بيها تشارت والتشارت تروح واخدها كوبي وبيست حطيتها فين؟ حطيتها هنا اهو ما هي التشارت دي معموله باكسل تمام؟ فبتلاقي ان الطالب من اول ما هو عدو الكمبيوتر ومش بيعرف يمشي ايده لانه هو بدا يحل حاجات ريلي really ادفانسد في الكمبيوتر وبعدين ما هو اللي ما بيعرفش كمبيوتر ده هيعيش ازاي ده دلوقتي اون اونلاين والريزلتس بتطلع اونلاين والاساينمنتس بتتعمل بالوورد والبرزنتيشن بالباوربوينت فهو الطالب كده كده محتاج مهارات الاي سي تي لو الطالب مذاكر اي سي تي في يير 7 وير 8 ومعرفش ايه، هيخش واقول خلاص برافو عليك يا عم اديك انت مذاكر. طيب طالب ما خدش اي سي تي خالص، طب ما هي دي شغلانتي بقى. بنقعد ندرب في الطالب ونحل امتحانات كتير والكلام من ده، لغايه اما يطلع ان شاء الله يكون مهاراته عاليه جدا، علشان يعرف يجيب درجه كويسه، وتفضل بقى الدرجات معاه المهارات معاه طول العمر، لان في الجامعه بيبقى في في سنه اولى مثلا ايه ماده اي سي تي او كمبيوتر ساينس بيمتحنوا بقى بيبقى يعني دورات زياده كده على اي جامعه في اللي هو التحول الرقمي وفي حاجات كتير فتكنولوجي بتاعت الاي سي تي لا غنى عنها حتى احنا دلوقتي بندرس اونلاين وبنستخدم التكنولوجي فطبعا المهارات دي لا غنى عنها فسواء الطالب عارفها فبيخش في الاي سي تي ويتدرب على الامتحانات او الطالب مش عارفها فبيخش الاي سي تي عشان يتعلم كويس ويعرف من يرفع من مستواه وبعد كده يخش ان شاء الله يكون مؤهل كويس فيا جنب باذن الله ان شاء الله الماده مفيده جدا والجزء الثاني بقى يقول لك على ايه الانترنت طب في فيروسات على الانترنت طيب في هاكينج طب في هيلث بروبلمز فبتبقى نصائح وبتبقى بصراحه يعني انا بشوف دورات كتير بيدوها مثلا في السنترز وفي سنه اولى في الجامعات والكلام بين دا دا من ده كل ده متغطي بمادة الاي سي تي بتاعت كامبريدج فهي بصراحه الماده مفيده جدا شيقه الطالب اللي يندمج فيها وبيشتغل بقى براكتيكال بصراحه بيتبسط لان ايه بتبقى مختلفه عن اي ماده تانية اللي هي ريتم وبعد كده بقى باذن الله مهنا ان شاء الله كمان شويه عندي اورينتيشن كمبيوتر ساينس اللي مهتم بقى بحاسبات ومعلومات اللي مهتم بهندسه اللي مهتم بكليه علوم حاجه حتى دلوقتي في بزنس انفورماتكس اللي هو استخدام التكنولوجي الاي تي تكنولوجي في البيزنس فكل ده بيقول لا ده انا اي سي تي مش مكفياني انا عايز ادرس كمان كمبيوتر ساينس فباذن الله انا عامل الساعه 4 بتوقيت القاهره اورينتيشن على ماده الكمبيوتر ساينس وباذن الله اللي بيدرس اي سي تي بيبقى ايه عمل نص المشوار في مذاكره ماده الكمبيوتر ساينس فياخد ايه تعب ماده ونص ويتحسبوا مادتين ويبقى هو بقى في مجال الكمبيوتر ايه اتدرب كويس يعني فيا رب الماده تعجبكم وتحت امر حضراتكم في اي اسئله على قد ما حضراتكم بتسالوني المواضيع بتفتح والإيه والنقاش بيبقى كويس تحت امره ربنا يوفقك لو عند حضرتك اي اسئله لو حضرتك تحب تساليني اي اسئله. طيب طيب يا فندم انا باذن الله هحط تسجيل على الجروب في كلام تقريبا يعني معظم اللي انا قلته ويمكن كلام اكتر عن ماده الاي سي تي فتحت امر حضراتكم على الجروب واي ايه تساؤل يشرفني ان انا اجاوب عليه طيب، أستأذن؟ طيب يا فندم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته